يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تزوج امرأة وبعد الزواج ظهر طبياً أن الزوجين مصابان واحتمال المرض للجنين 50%، فطلق الرجل زوجته ولم يرزق منها بشيء. سؤاله: هل هذا الرجل آثم بفعله؟ وهل ما ذكره الأطباء مسوغ للطلاق؟ وإن كان غير ذلك فهل تنصحونه بمراجعتها؟ على كل حال، الطلاق حق للرجل، فإذا رأى أنها المرأة ما تلائم معه يطلقها، إذا رأى أنها ما تلائم له لسبب من الأسباب، مرض أو غيره، فإنه يطلقها، ما أصلحت له يطلقها. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. نعم.